رأس المال البشري وخطط التنمية. قبل ما أبدأ أنا سؤالي للجمهور، إيش أكبر مصدر للثروة عندنا في عمان؟ من يقول لي؟ من وين تجي ثروتنا في عمان؟ بترول، صح. في عنده جواب ثاني؟ رأس المال البشري. حقيقة في عمان مصدر ثروتنا هو البترول، يجينا منه 9 مليار. أما رأس المال البشري بكل صدق هي أكبر مشكلة نعانيها في البلد. ما تسمعون عن مشكلة البطالة، مشكلة الباحثين عن عمل، مشكلة المتقاعدين؟ ما هذه أكبر مشاكل اللي نحن نواجهها. طبعا في مشاكل ثانية نحن ما ذكرناها لأنه ما سووا صوت. عندنا مثلا ربات البيوت اللي يدرسوا الجامعة ويتخرجوا ويجلسوا في بيوتهن عشان ما يقدروا يشتغلوا، ما يقدروا يجوا هنا للمتزوجات. هذه مشكلة كبيرة، بس لأنه ما عندهم حل ولا عندهم أفق للتحرك فما يتكلموا فيه، بس هي مشكلة. مشكلتنا حقيقة إنه تعاملنا مع أكبر ثروة حقيقية اللي هي رأس المال البشري كمشكلة ما كثروة. حقيقة هي ثروة، وثروة نادرة في عمان لأنه عددنا ضئيل جدا. في كتاب أين تكمن ثروة الأمم من البنك الدولي، صدر بناء على إحصائية أجريت سنة 2000 في بدايات عصر المعرفة. السؤال كان أين تكمن ثروة الأمم، نفس السؤال اللي أنا سألته، وسووا دراسة على 120 دولة، منها دول غنية ومتوسطة ومحدودة الدخل. أنا راح أخذ فقط الدول المتقدمة، والأفرج مال الدول جميعا ما يختلف كثير عن هذا، بس لأنه نحن رؤيتنا نكون في مصاف الدول المتقدمة فنحن هذا اللي يعنينا. تصوروا الموارد الطبيعية فقط 2% من تشكل ثروة الأمم، والرأس المال المنتج، المصانع والشوارع والناطحات السحاب وكل اللي ممكن تتخيله نحن ننتجه، هذا يشكل فقط 17%. أما 81% من الثروة تيجي من رأس المال غير الملموس اللي ما تقدر تمسه، اللي هو إيش؟ مكوناته من 3: من رأس المال البشري، مهارات والقدرة الكامنة في الثروة البشرية، رأس المال الاجتماعي، والحوكمة، حوكمة المؤسسات، جودة المؤسسات اللي عندنا. هذا 3 عناصر مع بعض تشكل 81% من ثروة الأمم في الدول المتقدمة، وتشكل 78% على مستوى 120 دولة في المتوسط. فإذن الثروة الحقيقية يحتاج تكون في رأس المال البشري، في رأس المال غير ملموس، لكن نحن ثروتنا الحقيقية في المورد النفطي، وبالعكس المورد البشري هي مشكلة، وهذه هي المشكلة الرئيسية في خطة التنمية عندنا. طالما لازلنا نتعامل مع المورد البشري كمشكلة نحن ما راح نقدر ندخل في عصر المعرفة، لأنه حجر الأساس في الدخول في عصر المعرفة في تحقيق 2040 هو أنك تعطي الموارد البشري حجمه ووضعه الطبيعي اللي يحتاج يكون عليه. وين مربط الفرس الاقتصادي العماني؟ من 81% من رأس المال غير ملموس، نحن عندنا ثروة لا مثيل لها في رأس المال الاجتماعي. حقيقة نحن متميزين، يمكن نكون أكثر دولة متميزة على مستوى العالم في رأس المال الاجتماعي. رأس المال الاجتماعي باختصار هو مدى قدرة أي شخصين يشتغلوا مع بعض بناء على الثقة، والعمانيين ما شاء الله كلهم علاقات وكلهم ترابط وكلهم ثقة، وكلهم يعني ثقة رهيبة رهيبة، أحيانا تكون مشكلة حتى، ثقة كبيرة جدا. نحن رأس المال الاجتماعي أبدا ما ينقصنا. عناصر الحوكمة، جودة المؤسسات، نحن صح عندنا مشكلة فيها، لكن حتى هذه ما مشكلة كبيرة، نحن حالنا أفضل بكثير من كثير من الدول الأخرى اللي تقدر تستقطب الاستثمار الأجنبي ونحن ما قادرين. نحن نجي في الستينات ما بين 190 دولة. إذن المشكلة الرئيسية عندنا حقيقة في هذا رأس المال البشري، والمهارات والدراية الفنية الكامنة في رأس المال البشري. العالم تغير، نحن ما الآن في عصر الصناعة، نحن في عصر المعرفة. هذا مو كلام، هذا واقع حقيقة. يعني مثلا زمان قبل 50 سنة الناس لما ينتقلوا من مكان لمكان كانوا يستخدموا الحمار أجلكم الله، الآن ما حد يستخدم الحمار لأنه في سيارات. طيب نحن كنا في عصر الصناعة، كانت النظام، البيئة، الهيكلة الاقتصادية، الحركة التنظيمية تماما مختلفة، 180 درجة مختلفة عن ما هي عليه اليوم. راح أسلط الضوء فقط على بعض التغيرات، وأي تخطيط للتنمية من دون النظر لهذه المتغيرات اللي حصلت ما راح يودينا مكان. أول شيء مفهوم العمل التقليدي انتهى.
انا نفس المحاضره كنت القيها سنه 2012 كنت اقول لهم راح ينتهي، الحين اقول انتهى. الان ما عاد في هناك بشكل عام موظف وبس عنده ياخذ رزقه من الوظيفه، هذا العصر انتهى. الموظف الان موظف ويشتغل في الفضاء الافتراضي او عنده محل يبيع اغراض منه، دكان صغير او يمارس السمسره في وقت اخر. عندنا محفظه اعمال، محفظه اعمال. الفرد الموظف قد ينشئ له شركه صغيره وهو يكون صاحب عمل وهو في نفس الوقت موظف، وقد يمارس احيانا التدريب فهو مدرب فريلانسر صاحب عمل وموظف. هذا التفرقة ما بين المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وما بين الأفراد في خطط التنموية، هذا ما شيء صحيح. ما ممكن تكون عندنا جهتين معنيتين عن هذا الموضوع، جهة معنية فقط عن الموارد البشرية عن التوظيف وعن العمل، وجهة معنية عن المؤسسات الصغيرة، لأنه هذا يقودك في الريجوليشنز مالها، في التنظيمات مالها، في السياسات مالها الاتجاه، وهذه تقودك لاتجاه آخر وانت ضايع في النص. الشيء الثاني تغير المؤسسات الصغيرة. أيضا من ضمن المشاكل الثقافية اللي عندنا إن المؤسسات الصغيرة عندنا هنا مشكلة. نحن نتعامل مع المؤسسات الصغيرة كأنها مشكلة. عشان نخرج من مشكلة البطالة والباحثين عن عمل طلعنا هناك شيء ثاني اسمه المؤسسات الصغيرة ودفعنا الناس للمؤسسات الصغيرة. وهي أيضا مشكلة ثانية نبغى نعالجها. لا، المؤسسات الصغيرة هي الاقتصاد في عالم اليوم. ما هي مكون رئيسي في الاقتصاد، لا، هي الاقتصاد. شوفوا وفقا لمنظمة التجارة العالمية الشركات الصغيرة المتوسطة تمثل أكثر من 90% من رجال الأعمال، وفيها ما بين 70-60% من العمالة، و55% من الناتج المحلي الإجمالي يطلع من المؤسسات الصغيرة المتوسطة. هي الاقتصاد. هذا نموذج صغير، اغفروا لي أني راح أتكلم فيه عن نفسي، بس أنا محتاج أذكر مثال. قبل كم يوم وقعنا هالاتفاقية ما بين ميرت الشركة العمانية الصغيرة وما بين بيكر تيلي. ميرت هي شركة صغيرة متناهية الصغر. أنا موظف في دوام كامل في مؤسسة الثانية، شركة عالمية اسمها مزارس، وأنا شريك دولي معهم. فعندي وقت فقط فجر والمساء وفي الليل أشتغل على بضع ساعات في اليوم بتكلفة رأسمالية فقط 5000 ريال بفضل استخدام اقتصاد جيج، اقتصاد الخدمات المستقلة، واللي بنجي للنقطة التالية. هذه شركة ميرت في خلال أقل من سنة، أسستها في نهاية سنة 2021، وفي خلال كم شهر حققنا كثير من الإنجازات الدولية، وتم الاعتراف بنا دوليا من جمعية الإدارة القانونية في المملكة المتحدة، وصرنا شركاء استراتيجيين معهم. استهدفت واحدة من أكبر شركات العالم اللي هي اسمها بيكر تيلي، رقم 8 على مستوى العالم، عندهم 1000 فرع في 160 دولة بإيراد سنوي 5 بليون دولار. صار دمج بيننا وأصبحت أنا أملك 50% من أكاديمية بيكر تيلي على مستوى الشرق الأوسط على مستوى 20 دولة. لا تفكر صغير، أنت ما صغير. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ نحتاج نطلع من إطار خوفنا، الخوف هو اللي يقعدنا. نحن مسلمين، الإسلام يعني العبودية لله. عبودية كنها هي الحرية. حرية من الظلمات، حرية من الخوف، حرية من الضعف، من التردد، من أي شيء يعيقك وينزلك تحت على الأرض. أنت انطلق، من إيش خايف؟ انطلق وانت مرتاح، فاهم العالم بيدينك. دراسة استراتيجية إحصائية مبنية على أرقامنا، أرقام سنة 2018، لو عمان شغلت نصف طاقتها البشرية الفائضة في اقتصاد الخدمات المستقلة، نحن بتجينا مليارات الريالات العمانية. ما أتكلم عن طاقتها البشرية الكاملة، أتكلم عن نصف طاقتها البشرية الفائضة، وخلال 12 سنة القادمة ممكن نحقق 20 مليار ريال عماني، يعني يفوق أكثر من ضعف إيراد النفط عندنا. لو استخدمنا فقط نصف القوة الفائضة، القوة العاطلة، القوة الجالسة اللي ما تشتغل. الدراسة موجودة والفيديو موجود وبالأرقام، اللي يحب يرسل لي واتساب وأنا برسل له. هذه القوة الكاملة نحن ليش ما نستغلها؟ ليش نصرف مليارات في استخراج النفط وما نستخدم ملايين في تطوير هذا القطاع؟ في مايو 2022 منتدى الموارد البشرية زين اللي نظمت الرؤية برعاية معالي وزير العمل، كانت هناك توصيات خرجت بها من مختبر تعزيز الكوادر الوطنية في تحقيق رؤية عمان 2040. التقرير أيضا راح يصدر خلال كم من يوم إن شاء الله، فاللي يحب ممكن تواصل على نفس الرقم وراح أرسل له التقرير. خلاصة الدراسة،
خلاصة التوصيات اللي طلعت هي كانت إنه لتطوير الموارد البشرية محتاجين ثلاث مسارات استراتيجية نمشي عليها. أول شيء وأهم شيء حقيقة إحلال اقتصاد المعرفة مكان الاقتصاد الريعي، الثقافة الريعية. لازلنا متخذي القرارات عندنا في البلد والباحثين عن عمل والموظفين والمؤسسات والرؤساء التنفيذيين كلنا بشكل عام إلا ما ندر نتعامل على أساس اقتصاد الريعي. الاقتصاد يجينا من النفط ويتوزع على الموارد البشرية، يتوزع على الناس. فالموارد البشرية هي المستهلكة للثروة ما هي المصدر للثروة. مفروض يكون العكس في اقتصاد المعرفة، نحن كلنا منتجين وننتج أكثر بكثير أضعاف مما نستهلكه. إذا ما تغيرت هذه الثقافة ما راح نخطو تجاه 2040. هذا لابد، وأنا حقيقة أتصور وزارة الاقتصاد وزارة الإعلام مفروض هما اللي يلعبوا دور رئيسي في هذا الإجراء، بس يحتاج تكون عنده خطة استراتيجية ويبدأ تنفيذها بشكل فعال وعملي على أرض الواقع. ما راح أطول بقية لأنه عندي النقطة الأهم تمكين الكادر البشري، وهذا إن شاء الله مركز الوطني للتشغيل راح يشتغل عليه مفترض، والاستفادة القصوى من الخدمات المستقلة والفضاء الافتراضي الفيرتشوال انفايرمنت. الفضاء الافتراضي فيه كثير من الثروات حقيقة يا إلهي، وعندي كثير من الفيديوهات تشرح كيف ممكن تقوموا بهذا الشيء وموجودة متاحة لكل واحد يحب يشوفها. ما في عذر، ما ممكن يكون في فقير اليوم وعنده عقل وقادر يحرك أصابعه، ما ممكن طالما يعرف يقرأ ويكتب، ما ممكن يكون باحث عن عمل. اليوم ما مسموح هذا الشيء، ما ممكن بفضل الفضاء الافتراضي. وإذا ما تعرفوا يا أخي شوفوا، روحوا جوجل، روحوا يوتيوب. أهم توصية خرجنا فيها في المختبر اشتراط المؤهل المهني في الترقي في السلم الوظيفي. لو اشترطنا كل رئيس قسم عشان يصير رئيس قسم في الحكومة لابد يكون متخصص مهنيا في مجاله. عشان يصير رئيس القسم المحاسبة لابد يكون عنده شهادة CMI أو CMA أو CPA أو CFA أو واحدة من الشهادات المهنية. عشان رئيس قسم الموارد البشرية لابد يكون عنده شهادة مهنية CIPD Level 5 أو Level 7 مثلا. وهلو مجرا اشترطنا التخصصات المهنية في كل درجة. وعشان يصير مدير لابد يكون عنده MBA من جامعة معترف فيها، أو يكون عنده Chartered Manager من Chartered Management Institute. لو عملنا هذا الشيء مستوى أداء الحكومي راح يرتفع. الجودة، عناصر الحوكمة، العنصر الثالث في رأس المال غير الملموس راح تلقائي نرتفع، لأنه في النهاية عناصر الجودة والحوكم هي تعتمد في النهاية على المورد البشري القائم فيه على إدارته، ما على الإجراءات فقط، على القدرة الإنسانية الموجودة الكاملة في الإنسان. تحويل القطاع الحكومي إلى معامل فعالة لإنتاج الموارد البشرية. اليوم القطاع الخاص يصرخ إنه ما عندنا عمانيين، ونحن صارنا عقود نتكلم عن تطوير الكادر البشري. الأجانب اللي يجونا ما أحسن منه، في عندهم مؤهلات مهنية، طيب لو دربنا نحن هذول الموظفين اللي عندنا واخذوا المؤهلات المهنيه وبالتالي حصلوا قدره عمليه ومارسوا مهنتهم وفق هذه المعايير الدوليه المهنيه، تلقائيا اداهم راح يرتفع، تلقائيا هذا راح يكونوا مرشحين مثاليين للقطاع الخاص، وايضا راح يكونوا رجال اعمال ناجحين بكره اذا طلعوا لانه مؤهلين مهنيا. اليوم نحن في عصر المعرفه، الاقتصاد قائم على المعرفه، فهذا راح يكونوا مصدر اساسي لحل مشكله المورد البشري العماني في القطاع الخاص. تمكين القطاع البشري من تجديد الدم اللي فيه، اللي يستوي انه الموظفين راح يجوا يصيروا مدراء، راح يصيروا رؤساء اقسام، راح يطلعوا القطاع الخاص، وبالتالي تحتهم راح يروحوا فوق، وبالتالي راح يفتحوا مجال للاخرين يتعينوا عندهم. وهلم جرا يجوا الناس في القطاع الحكومي ما عشان يموتوا فيه، عشان يترقوا فيه وينتقلوا القطاع الخاص وينتقلوا لاعمالهم الخاصه. وهلم جرا، وهذا يحرك عجله القطاع الاقتصادي في البلد ويحل المشكلة. إجراء بسيط جرة قلم يحقق لنا يمكن 80% أو 70% من اللي نحن نستهدفه من تطوير الموارد البشرية، وما يتطلب ولا بيسة، فقط قرار ومتابعة تنفيذ صادقة للقرار.